للحديث أكثر حول أداء الأسواق العالمية ينضم إلي في الأستوديو رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا وسهلا بك سيد رائد. إذن يعني عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض تخيم على الأسواق، هل نحن أمام فصل أو الأسواق أمام فصل جديد متفائل، أم سنعود إلى المربع الأول وهو كورونا؟ بلا شك عودة الرئيس ترامب إلى المنافسة على الترشيح ويعني تعافيه وعودته إلى البيت الأبيض إشارة ضمنية على أن الأسواق تفضل الجمهوريين. الأسواق أثبتت ذلك خلال فترات عديدة. إذا عدنا من عام 1932 وحتى العام الحالي، الانتخابات 14 مرة تمكن الرئيس الحالي من النجاح بدورة ثانية، والسبب يعود في ذلك إلى ارتفاع في أسواق الأسهم في 3 الأشهر الأخيرة قبل الانتخابات، وهذا ما يسعى لتحقيقه ترامب ضمنيا. تحقيق الارتفاعات والوفرة في الأسواق الأسهم يمكن حقيقة الرئيس من النجاح لدورة ثانية، وهذا ما أثبته التاريخ. نقطة إضافية، الأسواق تفضل الجمهوريين وتفضل ترامب لأن هناك الحديث عن مزيد من التخفيضات الضريبية للعمالقة ولكبار أسواق الأسهم، بالتالي ذلك عامل إضافي يشجع على مزيد من الأصوات التي قد يحصل عليها ترامب. هل ذلك سيؤدي إلى انفراجة أيضا فيما يتعلق بمحادثات التحفيز الاقتصادي للاقتصاد الأمريكي؟ يعني أول ما غرد به ترامب هو أنه يدعو مجلس النواب إلى تمرير حزمة التحفيز بشكل سريع. حزمة التحفيز صارت أقرب للحدوث لأنها تم تخفيضها من 3.4 إلى 2.2 تريليون دولار أمريكي، ويبدو أن هناك توافق ما بين رئيسة مجلس النواب أعلنتها مع وزير الخزانة الأمريكي أنه سوف يتم تمرير وإقرار هذه الحزمة. هذه الحزمة من شأنها تحفيز الأسواق بشكل كبير وتعزيز الرغبة بالمخاطرة من قبل المستثمرين. إذا ما حدث ذلك كيف ستقرأ أو نقرأ تحركات الدولار؟ أعتقد إذا ما حدث ذلك، إذا لم يحدث ذلك، من المتوقع بشكل كبير أن يفضل المستثمرين الدولار الأمريكي كملاذا آمنا في المرحلة القادمة، وسيسبب ذلك ضعف أكبر في أسواق الأسهم إجمالا، لأنه يميل المستثمرين إلى التحوط من الانتخابات ونتائج الانتخابات، دخول الديمقراطيين سلبي إلى الأسواق، وبالتالي تفضيل الكاش أو النقد. الذهب إلى أين في ظل كل ما ذكرت؟ تاريخيا يعني ملفت أيضا أنه الذهب ينخفض قبل الانتخابات إجمالا ويتجه إلى مزيد من التراجعات، لأنه تتعزز لدى المستثمرين رغبة بالمخاطرة واستثمار للفرصة التي قد تتيحها تقلبات الأسواق في الفترة الحالية. بالتالي نحن إذا نظرنا في المرحلة الحالية ممكن الذهب قد يميل إلى الانخفاض بعض الشيء، ولكن هذا الانخفاض مرتبط ب يعني قوة في الدولار الأمريكي. إذا ما تم تمرير حزمة أعتقد الذهب سيواصل مزيد من الارتفاعات، وعندنا منطقة محورية هي كسر مستويات 1896 دولار للأونصة. استقرار دون هذه المستويات قد يفتح مزيد من الانخفاضات. رائد، أسعار النفط شفنا قفزات على الأسعار بحكم يعني ترامب وأيضا ما يحدث في فنزويلا، قراءتك أيضا للأسعار؟ يعني أعتقد النفط يعني تصرف إيجابيا مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بأكثر من أن يكون هناك حديث عن نقص في المعروض النفطي، لأنه يوجد هناك نوعا ما استقرار من ناحية معادلة الطلب إلى العرض عند مستويات السعرية التي نشهدها حاليا. بالتالي لا أعتقد أن النفط سيتمكن من الصعود كثيرا. WTI إلى ما فوق مستويات 40 دولار للبرميل سيبقى بمستهدفات بعيدة بالنسبة له، وميال أكثر للانخفاض مع وجود ضغط أكبر وإمكانية تغطيته من قبل أوبك بلس. رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك. شكرا محمد.